هذا الوقت نحتاج إلى تنشيط الثقافة والرجوع في مدينة البيضاء إلى العمل الثقافي والنشاط الثقافي الذي يعتبر غائب، وإن كان بشيء فهو يقوم على نقص الإمكانيات أو انعدام الإمكانيات. نحن نعمل ما يقول طبعاً هي إشكالية معروفة في تاريخ الأدب. ما أود أن أستحضره في هذا السياق أن رومان بارت الفيلسوف الفرنسي قال: الكتاب لا يشعرون أنفسهم بذلك وهم يكتبون، النقاد هم من يلتفون خلفهم ويبحثون عن تصنيف لنصوصه. ويردد هو في عقله أبي بوكيت. أقفل الهاتف. الثانية يعني رغم إعجابي كبير لكن لا تبدي رأيك في القصة. الله يخلي لي أنا. أنت لما تكلمت عن الشاب بتاع 10,000 خليه، مش شرط تقول هكذا صار وهكذا صار، مش شرط أنا. قلت واحدة أكيدة أنه قد حان الوقت لليأس وقطع أوتار الأمل. فلم يعد التمرس منها أو من نظرات التزاحم والرجاء في عيني والد مجدي ولا حتى ممكنا. فكلنا الآن في مواجهة حتمية أمام هذه الحقيقة المحملة من بعيد على ظهر هذا الموقف الصارخ الغاضب. النساء مكتظة عن آخرها. تشعلها أنغام فرقة أحلام. هذا منه وهذا شنو؟ وهذا كله وهذا اسمه، ما فيش حد فاهم شيء. طاولات الأكل تعيش بالأصناف. هناك أصناف لم تتمكن. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن سعداء هذه الليلة من ليالي الليلة الرمضانية التي يقيمها المركز الثقافي بمدينة البيضاء بالجبل الأخضر، التي يجتمع فيها المثقفين من أدباء وكتاب وفنانين تشكيليين ومطربين وملحنين ليتناقشوا في كل من قدم عمل جديد. وهذه طبعا عادة طيبة نقيمها كل سنة بأن نقيم في هذه الليالي الرمضانية التي يعني نسمع فيها ونرى المواهب الواعدة الجديدة من شبابنا في مجال الأدب والفن، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير.